السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرة. في هذا الفيديو إن شاء الله غنشوفو ريغيلاتور باغ فولتاج دو 24 فولت أ 3 فولت أون 2 فولت. يعني هذا الريغيلاتور من ديال الفولت، يعني اللي كتقاد الفولت من 24 فولت 3 فولت ل 2 فولت. عشنا كيفاش غنتبرونشها؟ هنايا غندخلو واحد 3 فولت، غنديو هاد الكابيتيسور بليز ديال الكابيتيسور، كاباسيتور 100 ميكرو فات 16 فولت. ها هي، ومن هنا لهاد الكاباسيتور بليز ديالها 104، ومن هنايا لهاد الرجل ديال هاد سي ان 3640، ومن هنايا 0 فولت غتجي هنايا الناقص ديال هاد الكاباسيتور، غتجي ناقص ديال هاد الكابيسيتور، غتجي الوسط ديال الرجل ديال هاد سميتو ديال سي ان 3640، وغتجي موان ديال هاد الكابيسيتور 220 ميكرو فارد 35 فولت، وغتجي لهاد الرجل ديال هاد 7805، ومن هنا غتجي الموان ديال هاد الكابيسيتور 104، ومن هنا غتجي الموان ديال الكابيسيتور 104، من هنا غتجي الكاباسيتور ديال 1000 ميكرو فاراد 50 فولت، هنا كله 0 فولت مع هاد ناقص ديال 24 0 فولت 24 فولت. من هنا عاوتاني 24 فولت غتجي من البليز ديالها، غتمشي للانود ديال سميتها ديال هذا 1N 407 ديود، والكاثود ناقص غيجي البليز ديال هاد المكتف 100 ميكرو فاراد 24 فولت، ومن هنا غتمشي البليز ديال هاد المكتف 104، ومن هنا غتمشي هاد الرجل ديال هاد المكتف ديال هاد الرجل هاد المكتف مع هاد الرجل ديال 7805. من هنايا دخلات بليز 3 فولت لهاد الريزيستونس بليز ديالها، ومن هنايا 5 فولت غتجي لهاد الكاباسيتور 220 ميكرو 35 فولت، غتدخل لهاد الرجل، ومن هنايا لهاد هاد المكتف 104 5 فولت. يعني هنا 3 فولت بلس 5 فولت، وهنايا 24 فولت. هما دابا هادو كيسمو ريغيلاتور دو فولتاج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كنتم بخير.